وبمدينة سيدي سليمان تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن زوال اليوم من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 عاما للاشتباه في تورطه في انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين. وكانت مصالح الأمن قد رصدت صورتين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حيازة مجموعة من الأشخاص لأسلحة بيضاء وأدوات حادة أثناء تواجدهم بداخل مؤسسة تعليمية، حيث أسفرت الأبحاث عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم زوال اليوم. وتم إخضاع المشتبه فيه القاصر للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.